أطيب طريقة للريزو ممكن تجربوها بالبيت، طريقة كلش سهلة وطيبة تنافس المطاعم. هنا عندنا ملعقة كوب حليب سائل وبيضة وملعقتين أكل طحين. راح أخلط هذه المواد كلش زين، تتكون عندي الصلصة، وبعدها راح أضيف عليها البهارات وأتبل بيها صدور الدجاج. هنا أنا بعد ما حضرت الصلصة راح أضيف ملعقة أكل ملح، ملعقة كوب بيكنج باودر، وبهارات عثمانية، وبصل مجفف، وتحبون نضيفه اللي انتم ترغبوا له. اخلطهم كلش زين، وبعدها اضيف قطع الدجاج اللي قطعتهم بهذا الشكل، الشكل اللي انتم ترغبوه، اضيفون قطع الدجاج وتخلوها تتبل. كل ما تبقى بالتتبيله مده كل ما اطيب. هنا انا نقعت التمن، حتى اسوي وياه تمن اصفر، لان ويا ريزو بداعه. شوفوا التمن شكله ما يتقاوم. وهنا انا عندي شنو الكورن فليكس، هذا مبين عندكم بالصوره مثل ما تشوفون، دائما البنات يسألوني عليه. راح أكسره هيك بيدي أفتته، لأن ينطي قرمشة كلش طيبة لصدور الدجاج من نغمسه بيها. فهنا أنا راح أشيل من صدور الدجاج وأضيفها بالكورن فليكس من الجهتين، وبعدها أسوي زيت حار حامي كلش زين وأشويها. وهنا ألف عافية، طبعا كلش كلش طيبة، جربوها.